FM أحلى راديو عسلامة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا ماضي 3 و8 دقائق. هذا ألو FM سبيسيال سانتي باي ميت فونتين، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الإنترنت، وتنجموا زادة تتفرجوا في ليميسيون مباشرة على موقع ميت فونتين وتخليوا الأسئلة نتاعكم. موضوعنا اليوم هو مضار التدخين ووسائل الإقلاع عن التدخين، وحاضر بحضانا الدكتور رضا بن عريف طبيب مختص في الأمراض الصدرية والحساسية. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ألو إيفام سبيسيال سانتي باي ميت بوانتين. دكتور مرحبا بك وحدنا في إيفام. مرحبا بك، مرحبا في سيدي الفرعون سيدي السمعات. عايشك صحة. عايشك الله يخليك. دونك دكتور احنا اليوم باش نحكيو على مضار التدخين ووسائل الإقلاع عن التدخين. احنا هبطنا للشارع وسألناهم حسب رأيكم شو المضار اللي نجم يتسبب فيها الدخان، وإذا كان واحد عزم ولا قرر أنه يبطل الدخان كيفاش ينجم يبطل الدخان؟ هذه الناس مش نقالوا بعد نجاوبوا. والله التدخين مسبب لي برشا أضرار، مثلا نتنفس بالسيف، قوم الصباح زادة يبدأ ريقي شايح، نمشي شوية نتعب، نطلع الدروج نتعب، نولي نلهث وقلبي يبدأ يدق. والله انا ماذا بيا نحي، اما ما لقيتش حاجه اللي تعوضني بيه. يحكيوا على الفاب، اما قالوا لي هي زاد عندها اضرار تعمل الرعشه. فلوسه اللي باش نشري بيه الدخان نجم نعوضه بنشري بيه حلوى، نشري بيه شوكولاته، نعوضه بحاجات كي اللي تقوي البدن وتخليني نحي. والله بنيتي كنت نقف فيه ماكل الدخان، وقررت لمت غدا باش نصبح نبطل الدخان، طيشت الباك والبريكي طيشت، تو عندي عمي مني نبطل. بالنسبة للتدخين عنده برشا مضار، أولهم وأخطرهم هو هما لي كانسير، كوم لي كانسير دي بومون، لي مالادي كارديوفاسكولير معناها انسداد العروق والشرايين، يعمل ليبرتونسيون معناها واحد يولي عنده ضغط الدم، يولي يمرض بالبرونشيت. أول حاجة يأثر على النفسية متاع العبد، يأثر على الجهاز التنفسي، على الكليوي، على المعدة، على برشا حاجات، ينجم يوصل حتى الجلطة لطف عليكم، سرطان أي حاجة. الدخان مضر بالصحة ويتعب، سختو اللي تكيفوا برشا وما يعملوش فوق فيزيك، لطف يسدلهم العروق ويضرب الرويري. أنا ننصح يبطلوه ويبدلوه بسبور ويأكلوا مليح healthy food. بالنسبة للمرأة ينقص لها من الفيرتيليتي نتاعها، يعمل لي كونسير دي سان، لي كونسير دو تيروس. ديما يقولك انه واحد لازم يحط بوت، قرر انه وقتها يكون يبطل فيها الدخان، وبريود هذيك يحاول ينقص الدخان بشوي بشوي. حاجة خطيرة وكل يوم تقتل في العبيد اللي هي الدخان. أنا كنت متكيف ديجا، ننصح أي عبد مازال يتكيف باش يقص تاو 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 على الدخان. صعيب الحقيقة، أما سبور يعاون برشا باش تقص على الدخان. سبور شوية عزيمة، وحاول من الأول باش تبعد شوية على القهاوي والبلايس اللي فيهم برشا دخان، قدرت ربي باش تبطل الدخان. باهي كنا نسمع فيهم دكتور، تنشوفوا اسكو الحاجات اللي تقالت صحيحه والا غلطه. وكما قالوا هما برشا عباد، الناس الكل تعرف اللي الدخان مضر بالصحه، ايه هذاك سال عباد باقي قاعده تتكيف الدخان هذا. احنا ما يصيرش الناس الكل ما هو تعرف هو مضر، ما يصيرش نزيدوا نعدوا لهم احنا المضار والمشاكل اللي نجم يتسبب فيها الدخان، وبعد تنقول لهم اللي راهو كي تحب تبطل الدخان راهي سهله الحكايه، مربوطه بعزيمه وشويه وسائل تنعطيهم لكم، شويه اخر وشويه نصائح اذا كان طبقتوهم كما نقولوا بالحرف كما يقول المصري، تو بقدرة ربي ترتاح من حاجة اسمها دخان. ما هي ديجا نفسروا لهم شنو هو هالدخان هذية وشنو هي المضار اللي يتسبب فيه. يعطيكم الصحة، كيما كنا نسمعوا يظهر لي الناس كل تعرف مضار الدخان، وعطاهم جزئية الكل، والناس كل تعرف هالمشكلة هذية، والناس كل تعرف الأمراض اللي باش يعطيها الدخان، ورغم ذلك قادمين عليه. هذا يفسر العلاقة الوطيدة بين الإنسان وبين العادة هذه وبين المخدر هذا اللي يعرف، ورغم ذلك ما ينجمش يبطل. هذا يفسر الإدمان، يفسر عملية الإدمان. نقولوا الدخان هذا هو مستخرج من نبتة اسمها تبغ، اللي كانت موجودة منذ 5000 سنة قبل الميلاد، وبعد تطورت ووقع استعمالها في الاحتفالات الدينية، وكانوا يستعملوها ليه احتفالات معينة، وكانت معروفة بأنها إنسان يخلق نشوة جديدة، يخلق تركيز جديد، يخلق معناها خروج من وضعية لوضعية معينة. حتى للقرن 15 اللي دخلت لأوروبا عن طريق ذاك البحار اللي اكتشفوا أمريكا، جابوه لأوروبا، ومن غديك انطلقت العملية. كان الفيلسوف الدبلوماسي الفرنسي اسمه جون نيكوت، هذا اللي هو أعطاه اسمه للنيكوتين. جون نيكوت هذا هو اللي عملها، زرعوا في أوروبا، ومن غديك انطلقت العملية متاع التدخين.
في القرن السادس عشر السابع عشر، ثم دول منعته خاطر لأسباب دينية لأسباب صحية، وثم دول اللي شرعته وانطلقت العملية. رغم ذلك وبدأت الناس تتكيف في نقطة ذلك، وكانت الأضرار الطبية كانت موجودة، وبدأ الأطباء والعلماء يكتشفوها توا بعد زرعوا في أوروبا بعد 200 سنة وبعد قرن ونص. بدأت الأمراض، ثم أمراض كسرطان الرئة، كل الانسداد الرئوي، كل هك الأمراض الأخرى كسرات البدن، بداوا يشوفوا يكتشفوا في العلاقة بين الدخان وبين الأمراض هذه. فولات وكانت الأبحاث انطلقت من هذيك، اللي في وقت معين لقاو اللي العلاقة هي موجودة فعلا فعلا بين الدخان وبين الأمراض هذه، ووقع تفسيرها علميا علميا، وكانت علاقة مؤكدة ومعروفة. وغادي كان انطلقت الأدوية، انطلقت عملية الوقاية، عملية الإقلاع، وعملية كيف نتجنب هالتدخين هذا. إيش فيه الدخان هذا؟ إيش فيه؟ كيفاش يضر؟ علاش يضر؟ هو السيجار هذاك فيه، والعملية هذيك فيها زوج جوانب. جانب لول تعرف اللي هك تبغى ذاك، فيه سيجار هذاك فيه على الأقل 4000 مادة مسرطنة، 4000 مادة تنجم تسبب أمراض عضوية. هذاك اللي تسبب في الأمراض الرئوية والأمراض الشرايين وأمراض الجهاز البولي، أمراض السرطان الأخرى. وثم جانب اللي هو الجانب النيكوتين، اللي هو جانب اللي يعطي الإدمان. الإدمان اللي هو مش نعرفوه من بعد شو معناه إدمان. فرق بين الإدمان وبين التعود. التعود حاجة والإدمان حاجة. فهمت؟ نمشيو المشاكل العضوية اللي هو ناتجة على 4000 مادة هذيك اللي هي موجودة في التبغ، واللي هي تسبب بصفة مباشرة الأمراض اللي كنا نحكي عليها في اختصاصنا احنا، اللي هي أمراض الصدرية. وقاعدين نشوفوا فيها في عرض الواقع، يقولوا راهو الدخان يقتل 8 ملايين عبد، 8 ملايين إنسان في العالم كل عام، راهو احصائيات ثابتة، احصائيات ثابتة. وال8 منها مليون و200 مليون و200 مدخن سلبي، معناها مدخن ماهوش مدخن، وقع ضحية للتدخين داخل التدخين السلبي كالقاهي وكالإدارات وكالديار، معناها مرضوا بطريقة سلبية وتسبب ونشر لهم أمراض مخطرة. هذا التدخين السلبي باش نوريك اللي هو الرقم هذايا راهو كبير برشا، كبير على الاخر. معناه هو نسميه اكبر طاعون عرفته البشريه. هو الاوبئه جات ومشات، الكوليرا جات ومشات، كورونا هي جات باش تمشي، فهمت؟ السل جا ومشى. معناها وبالنسبه للتدخين ماشي ويزيد، هذا هو المشكل. بالنسبه لنا احنا كامراض صدريه نقولوا اللي احنا تو قاعدين في نعانوا في مرض كبير اللي هو الانسداد الرئوي المزمن. اللي هو كيفاش يبدا الانسداد هذا؟ كيفاش يأثر الدخان على القصبات الرئوية؟ لما الدخان يدخل للقصبات الرئوية فإنه ذاك المادات هك المواد البنزينية هذيك اللي موجودة في السيجارو باش تمشي تأثر على الأغشية الداخلية للرئتين، معناها باش تقع تصلب على مستوى القصبات، وباش يقع هك الإفرازات البلغم اللي موجود ديما موجود على مستوى الرئتين. وتشوف إنسان عنده كحة كل صباح، كحة كل صباح مسترسلة، اللي هو قال سميها كحة الدخان. كحة الدخان عنده هو يعدي عام عامين ثلاثة أربع سنين ويكح كل صباح عادي، عنده هو ينسبها للدخان وكحة الدخان. وما نساش ونسى اللي هي هذيك المرحلة الأولى متاع الانسداد نتاع الانسداد الرئوي المزمن، اللي هي تبدا بك المرحله هذيك يعمل ليبرونشيت مره مرتين في العام طوال شويه نتاع شهرين ثلاثه بلغم، يتفرهد في الصيف عاد يرجع يمرض في الشتاء، يعمل لي هكا البرونشيت المسوسه، يمشي الطبيب ياخذ علاج نتاع 10 6 ايام 15 يوم ويبرع عاد يرجع. وهذيك هي تحذير المرحله الثانيه نتاع الانسداد. توصل معناها المرحله الثانيه هكا الكحه هذيك وهكا البلغم هذاك يتعدى يولي ضيق تنفس. ضيق تنفس الانسان يولي عنده ضيق تنفس، معناها في الخدمات العاديه نتاعو، فك النشاطات العاديه نتاعو، فك الخدمه في الاداره في داره في دروجو، انه يحس انه نشاطاته نقصت ولا يحس بلاثه وينهج، هذيك النهج يسموه النهج. وهذيك المرحله الثانيه معناها اللي هو رغم ذلك يقوم بها ويحاول يقوم بها وما يوصلهاش لطبيبه، ما يوصلهاش لطبيبه، راهو عاديه، فهمت؟ ممكن يمشي مره طبيب ياخذ علاج يتفرد شويه ويبقى نقص، حتى توصل المرحله الثالثه اللي هي مرحله ثالثه يفيق وقتها اللي ثم فريمون اللي هو ما عادش ينجم يقوم بنشاطاته اليوميه بصفه معناها مؤكده. كان يطلع في ثلاثه طبق ولا يطلع طبق واحد. هذا هو المشكل، ان وصول الدخان عمل له انسداد رئوي، انسداد على القصبات، وحطم له شويه الشعيرات الصغيره الاخر الرئويه الشعير اللي هي على نتيجه الحويصلات، وتقع تدمير هك الفضاءات نتاع الرئويه من داخل اي نسيج رئوي، ويقع الانتفاخ هذاك الانفزام هذاك، الرئه تولي غير ناجعه، ثم فضاءات في الرئه تولي غير ناجعه بالكل،
وينقص عليه الأكسجين ويقطع عليه الغاز كربونيك كسيو ويصير له نوع من التشنج هذاك البدني ويقع له هك ضيق التنفس المسترسل. هذايا في المرحلة هذه معناها في المرحلة هذه العلاج يولي صوري يولي معناها شكلي. إذا كان ما ينحيش الدخان كان ينحي الدخان في الوقت هذاك الأمور تركح نجم ترجع شوية لتالي والعلاج والعلاج الناجع في التدخين بالنسبة للمرض الهوية هو في المرحلة الأولى لما يكون يكح وعاد يتفرهد والمرحله الاولى هذيك يكون علاج فيها يكون نجح. باهي تنحكيوا احنا على العلاج دكتور في مختلف المراحل نتاعو ونركزوا وقتاش يكون ناجع العلاج هذا. جوست نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو مظهر التدخين ووسائل الاقلاع عن التدخين وحاضر بحثنا الدكتور رضا بن عريف طبيب مختص في الامراض الصدريه. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للأربعة متاع العشية تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو مظهر التدخين ووسائل الإقلاع عن التدخين وحاضر بحضانا دكتور رضا بن عريف طبيب مختص في الأمراض الصدرية. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. جوس نكملوا دكتور شوية مع الأمراض الخطيرة برشا اللي تنجم تجي من جرة التدخين وبعدها تنحكيوا كيفاش نجموا نتخلصوا. المرض الثاني الخطير هو بعد نسيت الريو اللي هو يكلف الدولة ملايين 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 ويكلف الناس ويكلف صحتهم ويكلف فقدان ساعات عمل. ثم المرض الثاني هو سرطان الرئة اللي هو أول سرطان مخطر عند الرجل اللي توا ولا مرحلة ثانية ثالثة بالنسبة للمرأة زادة ولات باش تقع تلتحق هي زادة بالحكاية هذية. راهو مرض خطير والمشكل نتاعهم وفيقوا به مؤخر وفيقوا به هو مشكلته أنه وفيقوا به في مرحلة متأخرة والمرحلة هذية ما تخليناش نعالجوه بطريقة ثابتة وبطريقة معناها كلية واللي دونك هذا المرض الخطير هذايا موجود وقاعدين نشوفوا فيه بتزايد يتزايد بصفة كبيرة نتيجة بارتباط ارتباط كبير بالتدخين. ونذكر اللي مش كل المدخنين يعملوا كونسير أما بالنسبة لجماعة الكونسير يعملوا كونسير وكلهم 80% مدخنين. لازم يفهموا الناس مش كل مدخن راهو يعمل كونسير أما كل اللي هو يثبت عنده المرض هذا الكونسير فإنه يطلع مدخن في صورة 85% من الناس اللي هم مرضى بالورم هذه. لهذا باش نوريك اللي علاقة الارتباط كبير بين الدخان وبين التدخين لأنه التدخين يصير أنه مشاكل المواد اللي قلت عليها في الدخان تصير تدخل على مستوى الخلايا وتضر هك الأديان من داخل هك الحمض النووي الموجود في الخلية وتتمرد الخلية وتولي خلية سرطانية وتخرج على نطاق على نطاق الجسم وتولي معناها عفانا عفاكم الله مرض خايب الكونسير. وتعرف الكونسير فيه برشا مشاكل متاع تكلفة للمريض وتكلفة للدولة وتكلفة للعائلة وهذا مشكل كبير. ولهذا معناها جوز شوف الزوز أمراض اللي هما نعرفوهم على مستوى الرئتين اش نجموا يعطيو انسداد وأمراض الأورام هذه اللي قاعدين نشوف بها معناها بتتزايد بصفة كبيرة. فهمت؟ باهي قل قائل دكتور شكون شنو اللي يخلي نجم عبد لاباس عليه كان صحته ممتازة أموره واضحة يبدأ يتكيف ويستانس بك السيجار هذيك ويخلص يخلي الصحة نتاعو تدهور حتى لين يوصل للسرطانات ويوصل حتى للوفاة؟ كيفاش نجموا نفسروا الحلقة هذه؟ هو من لون انطلقت العملية هذه هو الدخان. علاش الانسان لصق في الدخان في المادة هذه؟ هو كان من الاول ضد التشنج ضد الستريس استعملها ضد الستريس استعملها في خلق نشوة معينة لخلق فكرة معينة الانسان اللي هو ما نجمش يندمج في المجموعة ما نجمش يتكلم ما نجمش يقوم محاضرة ما نجمش كذا يلتجي للتدخين باش ينجم يقوم بك المهمة هذيك بسهولة وبنجاح. فاندرج فك العادة هذيك هي النيكوتين باش ينجم هو يندمج ويقوم بالمهمة نتاعو ويقوم بك المحاضرة هذيك ويقوم بك التفكير هذاك ونجم يقوم بمهمته. من غادي انطلقت العملية وواد شد فيها على طول عن طريق شنية تعرفوا اللي هي عملية إدمان هي وإذا ما فرقوا بين الإدمان وبين التعود. التعود هو إنسان متعود يشرب قهوة الصباح يجيك الحاجة هذاك التعود كي نجم يقص عليها ما تصيروا حد شيء يقص على القهوة يقص على ماكلة معينة متعودها فإنه ما يصيروا حد شيء. بالنسبة للإدمان هي نعرف بها هي إدمان لمادة معينة لما نقولوا اللي المادة هذية وصلت للدم موجودة في الدم وتدور في الدم ولات حالة حاجة حيوية بالنسبة للإنسان. شو معناها إدمان؟ لما نحلوا الدم نلقوها في الدم معناها ولات حاجة ضرورية كما السكر كما الأنسولين كما الأدرينالين كما الكورتيزون. فهمت؟ ولات حاجة ضرورية في نسبة معينة تعود بها. مثلا الإنسان نسبة النيكوتين بتاعه وصلت لأربعة خمسة ملغرام في الدم كي هو الخمسة ملغرام ضرورية بالنسبة له هو لما يتيحوا الخمسة ملغرام تحت يوصل ثلاثة اثنين فإنه يلتجي إلى التدخين لإيصال هك الكمية هذيك كان مستوى هذاك النسبة العادية متاعه باش نجم هو يخدم ونجم يفكر ونجم يقول ونجم يخالط الناس ونجم يقوم بك المحاضرة هذيك ونجم يعبر على رأيه بطريقة معناها سهلة. ولهذا الإدمان راهو هو مربوط بمادة معينة مخدرة موجودة في الدم وبصفة ليه ولات حاجة ضرورية للإنسان. وهنا الإدمان مشكلته وين؟
مشكلته. ولما نجي انا مش نحي هاك الحاجه المخدره دي فيه صعوبه كبيره ياسر. الانسان نجم يموت، نجم يصير له مشاكل عصبيه، نجم يصير تشنجات كبيره، نجم يولي مضره وضرر لغيره واللي هو هذاك مشكله الادمان. هذا الادمان اللي احنا باش نقولوه من بعد راهو هذايا اللي هو الشكل الثاني، الوجه الثاني بتاع التدخين. احنا جينا هنا للوجه الثاني اللي هو الاول اللي هو الاضرار العضوي اللي هو متسبب فيه ال 4000 ماده هذيك الموجوده في السيجارو اللي متكونه من البنزين ومتكونه من الكربون ومتكونه من السيلولوز ومتكونه من اللي تكون السيجار هذيك. هذاك هو تكونك السيجارو هذاك، هذيك هي المشكله. باهي توا كيفاش نجموا نعاونوا السيد هذا المدخن باش هو يبطل الدخان؟ بالنسبه لعمليه المساعده هي تنطلق من نداء من شخص بيده. هذا انسان جاء للطبيب، جاء في وضعية معينة، صارت له مرة مريض، مرض مرضى كبيرة، يا صارت انسداد في الرئوي، يا صارت له هواء مزمن لعصبات رئوية كبيرة، من وقت هذاك حس بالشيء أنه بدا يوصل له، حب يبطل، كانت عنده عزيمة حب يبطل، احنا جيت بيه باش نعاونوه، نصيروا نعملوا له عملية المساعدة على الإقلاع اللي تسمى، أدو سوفراج تباجيك، دونك هنا دور الطبيب. الطبيب ما لازمش يكون هكا عنيف معاه، وما لازمش يكون الطبيب لازم يكون طبيب، معناها احنا مرضى رئوية. احنا لازم نكونوا زاده نعرفوا امور نفسيه ونعرفوا امور عضويه. دونك نصرفوا معاه بحذر السيد هذا. ما نقولوش راهو الدخان صغير واش تقصه راهو انتهى منه راهو كذا. نقولوا انت مستعد، شفت الضرر اللي عمله لك، شفت الاشعه اللي عندك، شفت التحاليل اللي عملها، دونك انت مستعد، عزيمتك واضحه وموجوده باش نجم تقص، واحنا باش نعاونوك. يا نعاونوك بادويه هذه موجوده متوفره مشتقات النيكوتين، يا نعاونوك بعيادات مسترسله عند الطبيب النفسي ولا الطبيب الصدري وكذا، يا نعاونوك ولا انت ولا تدريجي، ولا انت مستعد ولا انت مستعد تقصوا واحدة. هذا في نهائي تقصوا نهائي، وهذا يزم يكون الطبيب مصاحب للمريض. انا مش نقول له برا قصوا له وشوفوا بعد شهرين، لا يزم يكون الطبيب على ذمه المريض، على ذمه هل كان يدخن واقلع التدخين، فانه هذا باش يصير مشاكل معناها في هاك الفتره هذيك اللي هو اقلع فيها التدخين، لازم يلقى طبيب يمشي له، يلقى طبيب يشكي له، يلقى طبيب يعاونه، خاطر في فتره معينه بعد 15 يوم شهر من الاقلاع راه النجم يرجع بقوه بمناسبه معناها يكون ستريس معين، بمناسبه معناها مشكله معينه، بمناسبه عنده مشكله في خدمه، مشكله في عائلته، مشكله مع صاحبه، فانه النجم يرجع بقوه ويرجع وضعف اللي كان كيف فيه. هذا لازم يكون طبيب منتبه له، ولازم هو وقت الظرف هذاك لازم يلقى طبيب يسمعه ويعاونه في كل هذا، يا بالادويه نتاع مهدئه، يا بمقويات فيتامينات، باش ينجم يمرر له هاك الفتره هذيك بدون ما يرجع للتدخين. هذا بالنسبه لنا. والاقلاع يكون عندنا برشا اساليب، وتعرفوا الاساليب اللي تمرينا بها حابين نعاونوا الانسان على الاقلاع. عندنا جات هاك السيجاره الالكترونيه، بعد جات المشتقات النيكوتين، عليك عندك الطابعه بتملك التمر نيكوتينيك، وبعد النجم هاك السيجاره المسخنه. فهمت؟ هذه هي طرق جات مش باش نحو عاده التدخين، باش نقص هاك المواد المسرطنه. نخلي النيكوتين، احنا نحبوا نحو النيكوتين مواد مسرطنة من السيجار، هذا هو باش ما نضروش للرواري، ما نضروش للشرايين، ما نضروش الاعضاء الاخرى، ونخلي النيكوتين اللي هو فيه موضوع اخر. هذا الانسان اللي هو نحبوا نفصلوا له المشكله، هم زوج مشاكل، ادمان ومشاكل عضويه. دونك المشاكل العضويه هذه هي يا تقص الدخان معناها نهائي وقطعيا، ما عادش وقت تنتهي من النيكوتين وتنتهي من الامراض العضويه وكل المواد المسرطنة، والا كان ما نجمش وعندها ثم تبعيه كبيره وثم ادمان كبير، فانه نجموا ثم دراسات وقعت، ثم صناعه قاعده تتطور المده هذه، ثم لتجنب هاك المواد المسرطنه ونخلي النيكوتين اللي هو موضوع اخر، موضوع طبيب نفسي، موضوع امور معناها تدريجي. الانسان اللي هو عنده فراغات في النهار برشا فراغ، يعني مش تدريجي تدخان، يخلق له نشاط، يخلق معناها نشاطات اخرى، يخلق انتباهات اخرى، يخلق معناها حاجات يرتبط بها بطريقه اخرى يخلي دخان. هذا هو. دونك الاقلاع على التدخين وفي جوانب الادمان هذه حاجه، والمواد المسرطنه حاجه. بالنسبه للحاله الاولى، الانسان اللي حاب يبطل
ويبطل نهائي، احنا نعاونوه وقت ينتهي من الادمان وينتهي من كل المشاكل العضويه، والانسان اللي هو صعيب عليه باش يبطل نحاولوا بالاقصى تقدير انه نوصلوا للنيكوتين بدون مواد مسرطنة اللي هي موجوده تو فك هذه السيجاره الالكترونيه وموجوده فك التدخين المسخن التدخين المسخن هذيك تنجم تنقص له حد كبير المضار التدخين على اعضائه وتعاونوا باش يبطل الدخان. تعاونوا باش يبطل الدخان خاطر هو بصحته باش تتحسن وباش يبعد عن المشاكل تاع الرئويه ويبعد عن الانسداد الرئوي ويبعد عن المرض السرطاني. هذا في تعاونوا في نسبه معينه مش 100%. وتعوض له بليزومون كشده نتاع السيجارو من غير ما يضر شد السيجارو تعاود هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له. خاطر الادمان راهو حاجه كبيره ما نموتوش ندخلوا فيه بطريقه هكا سهله ورا قص الدخان. الادمان راهو ادمان راهو عنده ماده في دمه يحتاج لها النيكوتين. هذا موجود في دمه في دوزه معينه، لما تعمل تحليل دم تلقى النيكوتين. لما يهبط تحت النيكوتين هذاك تحت الدوزه هذيك فانه يلتجي للدخان باش يوصلك كيما السكر. السكر الانسان عنده انغرام سكر في بدنه فانه مستحيل نجم يهبط، كي يهبط تحت انغرام باش يتعب، يطلع فوق انغرام باش يتعب يولي سكر. فهمت؟ هذا كيما السكر بالضبط كيما الانسولين بالضبط يولا حاجه عاديه وحاجه ضروريه ولا نجم ننتبهوا لها. اللي الادمان راهو هذاك الجانب الاخر اللي نجم ننتبهوا ليه، والانسان تقول له قص الدخان منها بطريقه نهائيه يردوا بالنا من الكميه تاع النيكوتين في دمه. فهمت؟ هذا هو الموضوع. يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. دونك نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو مضار التدخين ووسائل الاقلاع عن التدخين، وحاضر بحضنا الدكتور رضا بن عريف طبيب مختص في الامراض الصدريه. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحناشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. اي اف ام احلى راديو. نبدا مع اول تليفون من تونس، معنا وليد. مرحبا بك وليد. عسلامة. مرحبا. عسلامة سيدي تفضل. انا اول مره ندخل في الراديو تفكر الموضوع ياسر حساس كما نقولوا، حتى الموضوع مقلقني براتيكمون في حياتي هو حكايه الدخان. ادفع عليك. انا عندي بريسك 12 13 كيف تسمى مش برشا براتيكمون. ما حبيت نسال برشا يا وليد، حتى سيجارو في حياتك الكل ديما برشا، فما بالك كيفاش نسال وانت تتكيف؟ نعرف معناها بارابور اللي تكيفوا 30 و40 سنه معناها تسمى كوميم شويه 12. بريف انا عندي لونفي على الاخر نحب نبطل، معناها نحب على الاخر نبطل بيسك مقلقني سواء كوتي فينونسي ولا كوتي صحه وكل شيء معناها فهمت. مي المشكله معناها عباره مخي يحكي معايا معناها يقول لي كيفاش تعمل في سيجارو الصباح، شو تعمل في سيجارو بعد الفطور، شو تعمل في فهمت شنو؟ معناها حبيت نشوف كيفاش نجم نتغلب على الحاجات هذيا معناها باش نجم نقاوم نقولوا ولا باهي باهي عرفت شنو هي اساليب ملمونه ولا جوست حاجه بسيشيك ولا ما فهمت شنو؟ اي معناها الحاجات كنت اسمع في الدكتور الحاجات اللي كان يحكي عليهم تاع تبدا بشويه تنقص تولي لهفه تولي كنت تطلع كاتيتاس ولا تطلع كنتروات فهمت معناها بون قاعد نعيش فيهم الحقيقه كل يوم مقلقيني على الاخر. دونك كان يسمع اون بليس زاد ستريس الخدمه تو سمعت قال لازم تبعد على القهوه البلايص اللي فيهم الدخان. اوكي نجم نقعد شهر شهرين ما نمشيش قهوه، ما نجمش نقعد شهر ما نمشيش الخدمه بيسكو ما برشا ستريس في الخدمه فما كذا. دونك شنو هي الحاجه اللي تنجم تعاون باش تبطل ومن طون تبدا تخدم وعندك ستريس ودي بلاسي ومعناها تعدي نهار كامل تسوق اكسيتيرا وانت فهمتني ما نعرفش كان فهمتني شنو نقصد ولا اي فهمك او شي يجاوبك دكتور. عسلامة خويا. عسلامة. عسلامة. انا ماذا بيا كان اسمع تشوف خاطر تليفوني باش يتسكر هذاك. اول حاجه قداش عمرك خويا انت؟ 27 معناها صغير شباب معناها انت اكثر من شطر عمرك يا وليد تتكيف تقولي ما تكيفتش يهديك يا وليد. انا ديما عندي جمله نقولها كل اول حاجه نعملها كان نرجع للصغر اني ما ندورش بالدخان معناها من بالرسمي نمسح على بيت الكل باش سيرتو الصغار الكل باش ما يجربوش الدخان بالحق. قد ايه باكو تتكيف وليد انت؟ باكو نص باكوات تاع باهي. شوف خويا توا مديت الدخان وقتاش؟ قداش عمرك ديت الدخان؟ ملي بديت 10 سنين 10 سنين معناها كاتورتون كيكا كنزو عارفين نتذكر نوفيام اني قبل شوي معناها كيما كنت نحكي توا خويا ثم جوج انت عندك الادمان موجود، ادمان راهو موجود خاطر زوج بكويت ربع بكويت عندك مستوى نتاع نيكوتين في دمك موجود ما نجموش نهبطوه بطريقه سهله. ولهذا النيكوتين هذايا احنا باش نحاولوا كيفاش نتصرفوا فيه والادمان هذايا نتصرفوا فيه باش خاطر انت انسان 27 سنه صغير. اول حاجه باش تمارس الرياضه. تمارس الرياضه ولا؟ مارست قبل برشا رياضه مارست ونقص عرفت شنو تليفون القرايه قبل كنت نجم ما نجمش
انا متري انا انقص متري انا انقص. لا هذه حاجه سهله بالنسبه لك انت، لما تشد رياضه مسترسله ورياضه منتظمه معناها راهو هذه باش يكون مضمون لانهاء التدخين في مرحله قادمه. حتى مارش تكفي راهو يا وليد مؤكد. مش لازم حتى سال دو سبور ودنيا حتى مارش تكفي راهو دونك تبدا بالرياضه. هذه سهله بالنسبه لك انت عاد تبدا بالرياضه على الاقل المشي ساعه كل يوم هذا مهم. وثاني حاجه النظام الغذائي نتاعك يكون منظم. يكون منظم باش علاش النظام الغذائي باش ما يصيرناش مشاكل اخرى مع التدخين، مشاكل المعده، مشاكل الحساسيه، مشاكل السمنه، مشاكل كذا، هذه نحلوها المشاكل هذه مع التدخين. حل المشاكل الموازيه نتاع التدخين اللي هي السمنه، قله الحركه، اللي هي تصلب الشرايين، هذه كل نجم تعاونها بدون انت ما تنجم تنحى الدخان. هذه عمل لي وفرها لي ساعه قبل كل شيء، توفرها هذه وبعد ننتبه كيفاش نحو الدخان. هذا يكون متوفر انك ما تعملش رياضه وما تاكلش نظام غذائي منها سليم وبعد تحب تبطل الدخان، راه يكون الماموريه صعيبه شوي. فهمت؟ هذا هو اللي نحب نفسره لك. ما لازمك تحط روحك في الاطار نتاع التبطيل وليد. أيوة. باش كي تجي تبطل تلقى روحك سي بون. ثم حاجه ثانيه تو انت بالنسبه كما كنت نحكي النيكوتين في بدنك في مستوى معين وتتكيف وزبكويت 40 سيجار في النهار، هذا النجم توصل ل 20 سيجارو بسهوله. علاش ما تكتفيش ب 20 سيجارو وتنظم هاك الكميه نتاع التدخين؟ خاطر التدخين وقتاش يجي في وقت معينه تحتاجها انت، كسوا في خدمه كبيره تقوم الصباح هذاك السيجارو موجود، بعد فطور نص نهار موجود، صحيح موجود، بعد العشيه وعندك بعد العشيه وعندك في قهوه ولا في ماتش كوره اذا كانت انت شباب تتفرج في الكوره. فكانت لهم هذوما 6 فجر في النهار. هذوما كلها تنجم توصل شوف تفوت 20 سيجارو، اما نتصور انت تتكيف في اوقات مش لازم تتكيف فيه. كيف منها بالشبعه فوق منها تعمل سيجار وكي بالكيف. لا يا اخي انت 20 سيجار وتخليهم الاوقات اللي هما يلزم البدن طالب فيهم النيكوتين. هذا هو نتصور تتكيف انت في اوقات منها ماكش تحتاج النيكوتين وقتها، تكيف بالزايد معناها. ولهذا توا عندك رياضه وعندك نظام غذائي وعندك التنقيس التدريجي، ونجم بعد الطبيب المباشر ليك تمشي بيه بصدريه وكذا ينجم ياطرك ويصاحبك في الحكايه هذه ويعاونك. هذا هو الوضعيه. الوضعيه انه كي تبعد داك المشاكل اللي هي موازيه للتدخين، ما تعملش مشاكل روحك سمنه ومعده وحساسيه، وهذا هو الوضع. فهمت خويا؟ وليد باهي ان شاء الله يطبق هو. تسمع فينا وليد؟ نسمع فيك. دونك فهمت الوضعيه توا، انا وفر لي هذوز حاجات ثلاث حاجات اللي قلت لك عليهم، وانطلقوا في العمليه الثانيه اللي هي كيفاش نقصوا الكميه وكيفاش نوصلوك نيكوتين زيرو في الدم. هذا هو. هذا هو تمشي تشوف تحاول تشوف طبيب وليد ولا حتى في المستشفيات العموميه راه موجودين العيادات نتاع الاقلاع عن التدخين ينجم يعاونك. فما كي كيستيونير هكا دكتور ماو يسالك ويسال شوف بلوز موا تدخينك وقتاش كيفاش باش نجم انت تنجم تعرف كيفاش وقتاش نجم تقسم كسواقر هذوك. هكا السؤالات هذوك نعملوهم باش نقيسوا المدى التبعي نتاعك، مدى الادمان نتاعك. شنو هي المدى الادمان هذا باش نجم نركزوا عليه الدواء. معناها المشكله كيف زبكوات مش كيف باكو. هذا هو باش نشوفوا نتيجه الادمان ومستوى الادمان تاعك ومستوى النيكوتين في دمك. هذا هو. دونك الوضعيه راهي سهله لكن تلتزم. لازم يكون ثم تتبع من طبيب معناها. اي يعني طبيب تمشي له هو تهز التليفون تكلمه تنرفزت لازم ثم طبيب يمشي معاك حتى للاخر في الحكايه هذه. ما تلقاش وحدك مستعد تلقى وحدك بطل الدخان. فهمت؟ اما انت ديجا حط هذه اهم حاجه في الموضوع نتاع وليدي هو الاراده موجوده. دونك هو حابب باش يبطل وهكا موجود على الاخر ممكن عندي عامل زيد على اللونفي هذايا وليد اللي قاله لك الدكتور شوف طبيب واعمل سبور وكل ماكله صحيه وتفقدني شهير ولا شهرين اخرين وقول لي راني بطلت الدخان. صحيح هذه العمل التدريجي راهو هذه العمل التدريجي وزن خدمه هاك انت عندك الاراده توفر ديجا هذا باهي ياسر. ولهذا معناها تتفضل اي طبيب تختاره تمشي له تحكي له الحكايه وهو باش ياطرك وباش يمشي معاك للاخر. باهي يعطيك الصحه دكتور ان شاء الله تبطل الدخان يا وليد. نمشيو لسوسه معنا محمد. مرحبا بك محمد. الو مساء النور. مساء الخير سيدي مرحبا بك. الراديو اللي بحذاك هذاك سكر واسمعني كان من التليفون يهديك باش نسمع صوتك هكايا والترحيب نتاعك هذا بالكدا. مرحبا بك يا سيدي مرحبا بسوسه. ويحييكم اكثر ويعطيكم الصحه على هل الموضوع هذا الهام خاصه على المضار التدخين وربي يبارك لكل من يخدم من اجل معناها المصلحه نتاع الانسانيه. عايش والله يرحمك الله فيك يرحم والديكم الناس الكل. عايش انا باش انا نتكلم كابو كانسان وكمواطن وكخول التوانسه الكل ثم ربي يهد عليا. أنا يعني قبل في صغري تكيفت الدخان وبطلت بعد دورتها شيشة والمخلفات نتاعها معناها رغم اللي بطلتها بعد 20 سنة وحاسبهم مرض بالقلب وعملت عملية على القلب المفتوح ورغم لأني مع 20 سنة وأنا مبطل الدخان
لكن المخلفات نتاعو واضحه. ننصح ونطلب بكل من كل المنظمات الانسانيه وكل الجمعيات وكل الاطباء وكل الاذاعات معناها المرئيه والسمعيه بربي كفوا الحملات هذه التحسيسيه من اجل انقاذ الارواح معناها البشريه اللي هم مستقبل بلادنا اللي هم اولادكم اولادنا. راهو الدخان ما غير ما نتحدث هما بدايه يكتبوا فيه مظاهر بالتدخين راهو اخفى للدل نتاع البشر. يا ربي الله لا يمر بشر ولا يذوقوا اللي ذقتوا والي معناها في الشيء اللي صار لي. لطفي الشيء هذا. الله لا يوجع انسان في صحته ولا يوجع انسان في ولده. راهي زهره ثور نواره وعباره وداخله في جنب نار وتشيح وتتحرق حتى راهو الدخان. ما غير ما نتحدث هاني بحذاكم مش هون فيهم موجود. صدقوني يا ربي الله لا يمر بانسان بربي يا ربي يا توانسه يا احباب ربي واحباب محمد بربي كشفوا الحملات هذه من اجل اولادي وناسكم وخاصه انك الدخان اللي يبيعوا فيه اللي ما عرفش عليه منين يبيعوا فيه منين جاي المصدر نتاعو بربي يردوا بالكم راهي صحه البشر. راهو الانسان كيف يفقد صحته ما ينجمش يعوضها كيف يفقد امه وابوه ما ينجمش يعوضها واللي يفقد الوطن نتاعو الله لا يرجع انسان ما ينجمش يعوضه بربي يستحفظوا على صحتكم وعلى اولادكم وعلى بلادكم وعلى اهاليكم وربي يوفقكم يا اي اف ام وان شاء الله ربي ينوركم. عايشك عايشك يا سي محمد. الناس اللي كيفكم انتم ذكركم راهو في القران بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض صدق الله العظيم. ربي يبارك لكم بصحتكم وفي اولادكم. عايشك يا سي محمد عايشك. لا ميسالش بالعكس التيمونياج نتاعك كذا حاجه مهمه ياسر انه عبد تقلق وتعب برشا من الدخان واثر له على صحته على عائلته على نفسيته انه يشاركنا معناها اللي عاشوا فمش مع عباد اللي قاعده تسمع فينا واللي قاعده تتكيف توا تتعظ وما توصلش للي وصلوا سي محمد وغير سي محمد من المشاكل نتاع الدخان. يعطيك الصحه يا سي محمد سلام عليكم ان شاء الله ربي يلطف بيك. نمشيو للزهره معنا حبيبه مرحبا بيك حبيبه. الو عسلامه. عسلامه لله مرحبا تفضل. نبيت عايشة في عايشة مرحبا تفضلي. بالله انا باش نحكي على تجربتي مع التسمم السلبي ان شاء الله الدكتور يزيد ينصحني. انا مانيش متاكده معناتها المعلومه من الطبيب نتاعي. انا صارت لي برشا حوايج مثل التسمم السلبي معناتها انا صارت لي جلطه متفعليه حتى الدكتور العرق المصير الرئيسي نتاع القلب يعني متاخر معناتها طافي 20% عديدا وانا عمري ما حطيت حتى سيجاره في فمي فهمتني. راجلك يتكيف حبيبه عند شكون يكيف في الدار؟ راجلي يتكيف في بصفه غريبه في بيت النوم في البلايص فهمتني. الطبيب قال لي راهو السبب الرئيسي معناتها الدخان تتكيف. قلت له لا انا قلت له عمري ما حطيت سيجاره في فمي بما ان انا مريضه معناتها عندي تنسيون وعندي سكر معناتها شويه مش برشا بس عندي حرارة ندفع عليك فهمتني. معناتها يا هل شب نسأل الدكتور يا هل معناتها المعلومة فيها تسمم سلبي وصل للحالة هذه ولا لا؟ ونشكر بالله المواطن اللي تدخل توا معانا وصراحة كلامه معناتها يمس الشعب التونسي الكل. إن شاء الله اللي شايفه كل معناتها ياخذ المعلومة وينقص شوية حتى مراعاة على العائلة الصغار على معناتها على العائلة. جاوبوها دكتور. يعطيك الصحة مدام. نشكر السيد اللي قبلك اللي هو عمل صيحة فزعة كبيرة ويعطيه الصحة وحط صبو على الداء. فهمت هذاك هو الصحيح لأن الدخان قاعد راهو مشاكل كبيرة حرب كاملة معمولة موجودة. بالنسبة لك أنت راهو التدخين السلبي هذا مشكلتي اليومية أنا كطبيب في عيادتي وكذا هذا مشكلتي اليومية نشوف فيه كل يوم. معناها انا مصدقك وهذا عارفه وهذا مؤكد اللي انت ضريت بالتدخين السلبي نتاع راجلك هذا هو. هذا مؤكد معناها مش لازم تقول وهذا معروف. لهذا انا نشوف فيه صغار وكبار معناها اولاد صغار انسان في ديارهم يجي الانسان وبو العائله هذايا يعمل زوز بكويت كيف زوز بكويت في الدار في الدار في فضاء صغير فضاء مسكر في صور في الشتاء معناها تسبب لكم سكره وكذا معناها الدار يردها كلها معناها متلوثه ذاك التدخين هذاك على مدى سنين على ثلاثة أربعة ايام يجيني يجيب ولده يجيب ولده بست سنين سبع سنين انسان يكح كانه عمره 70 سنه يكح الصغير هذا وجايبه مش عادي عليه جايبه شوفه قول لي ولدي يكح عنده ثلاثة سنين عنده عامين فهمت نجي نشوف نفرك صناعه فحوصات فماش حتى مشكل انا تفسر الكحه اللي عنده نجي نشوف نلقى هو يقول لي نتكيف في الدار ونتكيف كوجين ونتكيف في الصاله ونتكيف بيت النوم. قلت كيف هذا ولادك؟ ايه نتكيف.
ليلة نهار معناها فهمت. قول ولا ولك تخلف الانسداد المزمن، انسداد الرئوي المزمن الصغير هذا اللي هو كان ضحية دخانك، ضحية التدخين نتاعك اللي هو انت ممكن عملته عن جهل، ممكن عملته عن عرف، ممكن انت ما ممكن ماكش فاهم، مي ضريت ولدك وضريت نش بضر زوجتك كما تو المراه هذه اللي يوصل بها الانسان تعمل امراض، امراض تاع دخان معناها واضحه العمليه دوز تعمل انسداد، تعمل ورم، تعمل جلطات في الشرايين، تعمل كذا معناها لا نقتل ولا جمل، فهمت الحكايه هذه معناها توصل تمرض وهي ما تكيفتش هي وصغارها. هذا بالنسبه للديار. بالنسبه للاداره كيف كيف الاداره تلقى موظفين فقط في اداره الناس كل تتكيف يا اخي، عمل لي فضاء خاص بالموظفين يتكيفوا فيه، عملوا فضاء فضاء. راهو التدخين عاود نقول راهو التدخين يعاقب والعقوبه نتاعو مؤجله راهي مؤجله وباش يعاقب يعاقب راهو يعني كيف 10 سنين 20 سنة امر العقوبه راهي مؤجله يجي نهار الانسان باش يشوف نتيجه الدخان عليه ونتيجه الدخان على عائلته على اصحابه على اقربائه هذا هو الوضع اللي ما يفهموش هذا. دونك المره كلها راهو العلاقه راهي مؤكده راهو التدخين السلبي هو اللي عمل لك هكا. هو زيد ديجا دكتور فان برشا دي بارون يقول لك انا هكا الاولاد في الصاله ولا كيف الكوجينه في بالوش البارتيكول نتاع الدخان هذوكم يقعدوا هيت ما يقعدوا ماني مش خاطر انت حليت الشبيك نتاع الكوجينه ولا نسمت الكوجينه تعرف سيكو سي تنحى كل شيء ما تنحاش كل شيء. زيد هذاك الدخان في الدار يزيد من الرطوبه يزيد هكا اللي زكريا هكا الحشرات تاع الحساسيه زكريا الرطوبه هذيك اللي هي توا مشكلتنا في الحساسيه معناتها نجم تسبب في الربو تسبب هذاك يزيد في الرطوبه ويزيد في الربو ويزيد في التلوث في البيئه في المنزل ولهذا تقرب وتقل المراه بالفده الصغير بالفده كله ما التدخين نتاع السيد هذاك اللي هو كان في القهوه مده عامين اللي ساعتين في القهوه وروح بدخان وعمل كامل البقيه في الدار. هذا هو الوضعيه معناها لازم يفهموا الاولياء راه هذا نداء عاجل لك الناس اللي تتكيف في الدار يبعدوا شويه يتكيفوا برا باش يمنعوا صغار يمنعوا عائلات. ينسى ينسى دخان في الدار جمله ما حتى كان مش تفضل يتكيف حاول على قد تكيف فيها هواء يطلق ومضر لي هواء زاده مفتوح تصور لك تكيف في فضاء مغلق راه الدخان يولي يدوب لك لما تتكيف ترجعك الدخان اللي تكيفته لما تكيف فضاء مساك محلول فما هواء فانه الهواء النظيف ينجم يدخل لك الريه وتخرج الماسك وتخرج الدخل النظيف هذا هو. يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. احنا مكملين مع بعضنا من توا حتى الاربعه نتاع العشيه تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو مضره التدخين ووسائل الاقلاع عن التدخين وحاضر بحضنا الدكتور رضا بن عريف طبيب مختص في الامراض الصدريه. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى الاربعه نتاع العشيه تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو مضره التدخين ووسائل الاقلاع عن التدخين وحاضر بحضنا الدكتور رضا بن عريف طبيب مختص في الامراض الصدريه. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. مشيو الجيبس معنا نبيل. مرحبا بك نبيل. الو عسلامه. عسلامه سيدي مرحبا تفضل. الو عسلامه اختي ياجي. مرحبا سيدي تفضل نسمع فيك. عايزك مرحبا بالدكتور ان شاء الله. السلام اخويا مرحبا. اي عايزك بربي دكتور انا مده 3 سنين. اي جاتني حساسيه وزويجه وشياح ياسر في بدني. بون مشيت لبرشا طب طبيب في الكوفيد وقت الكوفيد الطب مسكره. الطبيب اكتشف اللي عندي ورم في الريه. ندفع عليك. قلت نتكيف في زوج بقوات معناها مدة 3 سنين التالي اكتشف عندي ورم في الرية. بون الحمد لله اكتشفني معناها في الأول فهمت. عملت الشيميو وعملت العملية ولاباس توا الحمد لله. دكتور لكن التوزويجة هذه اللي في بدني بون أنا ما بطلش الدخان كنت نتكيف باكوين باكونوش توا نتكيف في 5 4 6 سواقر كان طار. لكن توزويجه والشيح اللي في بدني هذا ندرى من الدخان هذاك ولا لا؟ سامحني انت سي نبيل حتى بعد ما قالوا لك راهو عندك ورم قعدت تكيف؟ اي بعد ما نحيت العمليه ما نجمتش نحيه، بون نقصت ياسر بديت نكيف 3 4 سواقر زوج سواقر فهمتني؟ باهي شوي بشوي نحاول نحيه. باهي اعطي شوبك دكتور. خويا ان شاء الله لاباس ان شاء الله ربي يشفيك. توا انت هكا تعديت انت توا فزت على الجمره معناها جالك صارك الورم وعرفت نتيجة التدخين توا الحمد لله إن شاء الله توا في مرحلة جيدة. أما بالنسبة توا العلامات هذه اللي تشكي منها ثم علامات هي تجي من نتيجة الإقلاع على التدخين. هذيك العلامات اللي هي علامات انسحابية سندروم دو مونك سمتوم دو مونك اللي هو الإنسان يفقد المادة هذه اللي هي موجودة كانت في دمه اللي اسمها نيكوتين يفقدها لهذا يبقى للدن فقدها وما يقعش تعويضها.
فانه تتسبب في هذه، تتسبب في التنميل، تتسبب في الوجع، تتسبب في الدوخه، تتسبب في التشنج، تتسبب في العاده. هذا ممكن، هذا نجم يكون ماكل المونك، ماكل نقص النيكوتين اللي هو تسبب في نتيجه الاقلاع، هذا مؤكد نجم يكون. ما ينجم يكون زاده نتيجه للورم اللي عندك، لازم تمشي طبيبك هو يربط هذا في هذا، ونجم يقول لك هذا من الورم وهذا من نقص النيكوتين. معناها نتصور لاكثريه هو نقص النيكوتين، علامات هكا العلامات الانسحابيه هذيك اللي هي تظهر بعد ما تبطل الدخان، هذه موجود تكون موجود عند كل مدخن وقص على الدخان، لازم يعرفها. هي النجم يعوضها، النجم يداويها بالمقويات، يداويها بالامراض بشويه مهدئات النوم، يداويها بنشاطات رياضيه، يداويها بخلق نشاطات اخرى، ينجم يتعداها. اما النجم الطبيب نتاعك يزيد يشوف ممكن عندها علاقه بالورم نتاعك، هذا النجم انا ننصحك به، فهمت؟ ويعطيك الصحه وان شاء الله لاباس. انت تاك وصلت للمرحله باهية، وانت صبت 5 سواقر في النهار، اما تنجم تكمل تنحيهم راهو. تنجم تكمل تنحيهم، فهمت؟ باهي ان شاء الله، ان شاء الله نحيهم سي نبيل ويكمل يستحفظ على صحته، خاطر كيما قلت انت وصلت على الجمر معناها تشويش كيما نقولوا احنا ورم بخيتو، فهمت؟ وعندي انا احصائيه تقول لي 65% من العبيد اللي يبدا ديغنوستيكي بالاورام والسرطانات نتاع الرئه وفيك سا يقعد يتكيف 65% موجود. وبرشا 65% شوف. شوريك قداش الواحد يبدا تبعيه لك السيجار، وقداش يبدا الادمان مستفحل فيه ومش فايق اللي هو مدمن على السيجار. انا شخصيا بالنسبه لي انا في المرحله هذه النيكوتين يولي مش مشكلة بالنسبة لي أنا، نجم نعطيه نيكوتين. أما النيكوتين نوصله له بدون هاك المواد هذيك اللي سببته في السرطان. معناها نجم يعمل هاك العلك هذيك نتاع النيكوتين، نجم يعمل التمبري بالنيكوتين، نجم يعمل، أما يبعد هاك المواد هذيك اللي هي أدت له للسرطان هذايا. أما رونا أما نجم يوصل النيكوتين بدون هذايا اللي هو خاطر هو تخلل في نوع من الادمان، خاطر ساعات احنا نداو الوجع في الاورام بالادويه نتاع اعصاب قويه، فهمت؟ باش نجم تسكن الوجع تسكن كذا، ما فيها باس اذا كان نجمو نلقاو له دوز خفيفه ولا كميه خفيفه من النيكوتين نجمو نوصلوها له، باش هو يفوت البريود هذه من غير ما يهلك بدون المواد هذيك المسرطنه، بدون الموجوده في السيجارو اللي مشاكل. باهي يعطيك الصحه دكتور، ان شاء الله بلطف عليك سي نبيل، ان شاء الله ان شاء الله لاباس. نمشيو لقرقنا معنا بالغيث، مرحبا بك بالغيث. السلام اختي. السلام سيدي، مرحبا تفضل. السلام السلام دكتور، بارك الله فيكم. انا عملت عمليه على القرح الملل، بطلت الدخان عندي تقريبا 6-7 شهور، لكني بعد العمليه هذيا شرطي الوطني يعني حتى الصداع الشقي ينمل هكا ينمل وصلت لي كيف كي نتعب شويه لي جابوي نتاع شرقيه عباره ما فماش قبلها، فهمت؟ ما كان من كنت لابس بعد العمليه كل شيء تبدل هو. وحبيت نشوف الدكتور فماشي حكايه متابعه الامور هذه، الطبيب كيف عمل كونترول بعد العمليه يقضي لاباس، لكن شخصيا كما قلت لك ينم وكي نتعب شويه لي زابوي عباره من كايبي وكي نتعب شويه سيس ولا كان قصيت الدخان وقتاش خويا؟ قصيت عندي 7 شهور توا. 7 شهور قداش كنت تكيف انت من الكميه نتاعك؟ باكو ديزون باكو حاجه. باهي عندي توا القرح هذايا كان زاد عنده دخل فيه التدخين هذا مؤكد؟ عنده دخل فيه. كان عنده دخل، انت توا بريت منه بالنسبه للتنميل، التنميل هذايا كما كنت نحكي نجم يكون نتيجه لنقص النيكوتين في بدنك، خاطر النيكوتين هذا كما كنت نحكي ولا حاجه ضروريه لبدنك، كما نجم يكون ضعف اعصاب على الساقين، ضعف اعصاب هذايا نجم يعمل لك التنميل هذاك. انت ما عندكش السكر؟ ها؟ ما عملت تحاليل، ما عنديش السكر. باهي نجم تمشي، انا نجم ننصحك بالنسبه للحكايه هذه، راهو الدخان والنيكوتين نقص النيكوتين يسبب في هالتنميل هذايا، في الوجع هذايا، في هالكمشات هذايا في العضلات. اما تنجم راهو تنجم تمشي تشوف طبيب اعصاب ويقيسك، يقيس قوه الاعصاب تاع الساقين، وتمشي تشوف زاد العروق تاع الساقين تعمل لهم صوره، شوف تلقاش فيهم تسكير، شوف تلقاش فيهم تراكمات تاع شحال. انا قبل العمليه كنت اونتاك لاباس ومريقل لاباس. اي احنا داخل في كشوفات لازمين منهم، ما دام انت جيت الكابيني عياده وعندك الشيء هذايا مجبورين علينا باش نعملوا الكشوفات هذوما، باش نبعدوا على مشاكل الشرايين ونبعدوا على مشاكل الاعصاب، باش نجم يكون الدواء نتاعك معدل وفي اتجاه صحيح. فهمت؟ هذه ننصحك به، معناها تمشي طبيب اعصاب يقيس لك يشوف لك الاعصاب نتاع ساقيك والشرايين، زاد تشوف تصور عليهم، تشوف
ثماشي تسكي ثماشرين منها رواسب تاع شحم في سقيك، هذا هو اللي ننصحك به، وبعد نشوف الوضع. هذا هو معناها من ثلاث حاجات، امور انسحابيه نتيجه النيكوتين والشرايين والاعصاب بالنسبه للسقيق. يعطيك الصحه دكتور، ان شاء الله بلطف عليك سي بلغيت. نمشيو للمنوبه، معنا ريحان. مرحبا بك ريحان. اهلا وعسلامه هجوره. عسلامه لالا، مرحبا. لاباس الحمد لله، عايشك لاباس عليك؟ عايشك الحمد لله. مرحبا بالدكتور. مرحبا. عايشك دكتور. والله عندي زوج اسئله. عندي راجلي ازماتيك يستعمل فلتر سبيشال المدوره الفيولي، وطبيب محرم عليه الدخان جمله، معناها حتى ربع سيجار ولا فهمتني، ما هو ما حبش، معناها ما حبش يبطل الدخان جمله، ما حاول قداش من مره، مع انه في رمضان معناها ما يتكيفش، وحاول برشا مرات وما نجمش فهمتني. البريود هذه الكل ولا حساسية ولا تطلع لي على الجلدة. على الجلدة ما نعرفش الدخان عنده معناها يعمل حساسية جلدية ولا لا. ديك الساعة توا التدخين ما مش معروف عليه باش يعمل مشاكل جلدية، ينجم بطريقة غير مباشرة يأثر على الأعصاب، ياثر كذا، تنجم تصير هكا التشنجات الجلديه، تنجم تصير له سيرتو، خاصه هو ينجم يكون انسان عنده اعصاب، عنده تشنج كبير، عنده ظروف في شغله وظروف في عائلته، ينجم يصير تشنج كبير على مستوى الجلده، بيعانى من التدخين هذا، ينجم تصير هكا تظهر هكا الحاجات هذيك، اذا كان خاصه اذا كان ثم شويه حساسيه جلديه عنده. لهذا معناها بالنسبه له هو عنده الحساسيه وعنده الربو وعنده اللازمه هذيا، يلزم يحاول ينقص، اذا كان ينقص يلزم يتكيف في فضاءات مسكره محلوله، ما يتكيفش في الدار. ويعمل شويه كما قلت لك الانظمه هذاك النظام غذائي صحيح، يعمل شويه حركات، يعمل شويه مشي، ويبعد على التشنجات كلها، فهمت؟ وما دام نجم يبطل في رمضان نجم تبطل. الناس كلها تبطل في رمضان، هذه الحاجه اللي مش فاهمينها. ما دام نجم تبطل في رمضان باش نوريك المفعول الجماعه. الناس تبطل في رمضان خاطر ثم جماعه كامله، الشعب كامل. فهمت؟ الناس تنطم على المجوعه، اما اذا قال لي وحده بعد رمضان ما يبطلوش. فهمت؟ هذا تاثير مفعول الجماعه على الانسان. فهمت؟ جروب في جروب. ان شاء الله بيعطيك صحه دكتور. نمشيو لسوسه، معنا سفيان. مرحبا بك سفيان. السلام عليكم. عسلامه سفيان، مرحبا بك. مرحبا بك سوسه. عسلامه دكتور. عسلامه اخوي، مرحبا. عسلامه هاجر. مرحبا يا سيدي، مرحبا بارك الله فيك. تحيه من سوسه. هاي مرحبا بك يا سيدي ومرحبا بسوسه. عايشك يفضلكم يفضلكم. تفضل. دكتور بالله انا قعدت نشيش وندوخ، ما نعرفش شنو الندوخ هكا. نشوف الدار الدور. اي ما عادش تشيش. ما عادش تدوخ. 30 سنه تالي مش توا. اي قالت مخي الحكايه، نحب نعرفها شنو العمل اللي. بقيتي ساعه توا تتكيف ولا تشيش؟ لا بطلت كل شيء. الحمد لله، ان شاء الله كل واحد يجرب اول مره يدوخ، مش معاش يجرب حتى. اختي هاجر. اختي هاجر قول لي. اختي هاجر بالله يجيب لنا على جيب لنا طبيب على المعده. بيه تدلل يا اميمه. اميمه شوف لنا طبيب على المعده خاطر سي سفيان. جابوه الدكتور بتاعتنا بريس كامل. هو كنت انت كنت شايش وقصيت وشنو هو؟ قال لك اول مره جرب الشيشه ديخ بطل. تغرمت بها وليت ندوخ. اي تواك جات الدوخه، جاتك في صالحك الحكايه هذه. الدوخ هذه قصيتها دكتور. اي معناها انت انسان ما تحملش الشيشه، هذا قصيتها بطبيعتك. ثم ناس انسان مستوى دكتور 30 سنه تالي. اي انت كي بطلت ما عادش عندك الدوخه هذه، باش نقولوا شو. ما عادش عندك الدوخه. حلت المشكله معناها. صحتك. ما عادش نحب نستفسر شنو يعني شنو اللي عملت لي شنو هي وقت هي صار مفعول معناها في اللحظه هذيك ومشى روحه سي انتهى، ما عادش تحكوا عليه. فهمت؟ صار في اللحظه هذيك خاطر دخل لك الدخان لصدرك، عمل لك نوع من بتات الرجوع الدم، حيباس في الدم في صار لك هل نقص الدم على مخك، صار لك الدوخه هذه، صار لك توتر على المعده، نجم تكون صار لك الدوخه هذه، دونك تم تاثير على المعده، تاثير على الاعصاب، هذاك علاش الشيشه الاولى هذيك راهي ساعات تعمل بالطريقه هذه. تحيه انت محليك يا سفين، وتحيه ليك وتحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا من سوسه. ان شاء الله يا ربي الناس الكل هكا كيما سفين، اول ما يجرب دخان ولا يشير دوخي يبطل، ما عادش يرجع له باش يتكلمني بعد 30 سنه يقول لي راهو شنو اللي فات وفسر لي. المهم ان شاء الله كل كيفك يا سفين. عايشك دكتور الله يخليك. احنا وصلنا بخاطركم اخر ليميسيون تاعنا لليوم، كان بحضنا الدكتور رضا بن عريف طبيب مختص في الامراض الصدريه. يعطيك الصحه دكتور. ميرسي لشيماء اللي استقبلت التليفونات نتاعكم. ميرسي لامين في الاخراج. ميرسي زملائنا في اي اف ام تي في. كنت معكم هجر الحناشي. باي باي في الامانه.